بناء جيل جديد للكرة المصرية وتصحيح المسار كان الهدف الأهم للتعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا لتولي القيادة الفنية للفراعنة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنه يملك تاريخا تدريبيا مميزا وقدرة على تطوير أداء اللاعبين بجانب الخبرات الكبيرة التي اكتسبها من العمل في أوروبا. التعاقد مع فيتوريا بمثابة فجر جديد للكرة المصرية في محاولة لاستعادة أمجاد الماضي والعودة لزعامة القارة السمراء من جديد، خاصة مع التحديات الصعبة التي ستكون في انتظاره مع بداية توليه مسؤولية المنتخب الوطني. حازم إمام عضو مجلس إدارة الجبلية لعب الدور الأكبر في إقناع البرتغالي بتولي تدريب الفراعنة ومشروع المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة والوصول لاتفاق مادي مناسب، خاصة أن التعاقد جاء لمدة 4 سنوات وهي واقعة تحدث للمرة الأولى في تاريخ المدربين الأجانب مع منتخب مصر. مع الوضع في الاعتبار، قنع الثعلب الصغير بحاجة المنتخب لمدرب قادر على تطوير وتقديم مشروع مميز للكرة المصرية قادر على الاستمرار لسنوات. مشروع روي فيتوريا ليس إعادة الفراعنة للواجهة، ولكن تقديم جيل جديد من المواهب قادرة على صنع الفارق، خاصة مع التشابه الكبير للمدرسة البرتغالية ونظيرتها المصرية خلال الألفية الجديدة والنجاحات الكبيرة التي حققها المدربين البرتغاليين في مصر. في نهاية، هل يكون وجود فيريرا مع الزمالك وسواريش مع الأهلي بمثابة الفرصة لنجاح فيتوريا مع المنتخب للتقارب في الأفكار مع مدرب القطبين؟ اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. ضيفي ونجم النهارده كابتن حازم امام او النائب حازم امام، عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. كابتن حازم، مساء الخير. مساء الخير يا سيف. الحمد لله على السلامه. ربنا يخليك. الله يسلمك. اخبارك ايه؟ وحشتني. كله كويس الحمد لله. ايه الالوان الجميله دي؟ الوان الوش ولا الوان الجلوس؟ انا واخد تاني بس في مارينا، يعني انا كنت في مارينا عشان حدش يقول لك قاعد يتفسح بره. انت كنت في البرتغال؟ بس لا، ما لحقتش يعني. انا ده في مارينا كله، ده لوكال يعني. طيب، فيتوريا هو ابتدى هنا ولا هناك ولا التخليصه هنا ولا لسه هيخلص ولا مضى ولا ما مضاش؟ مضى الحمد لله. والمؤتمر الصحفي امتى؟ مضى. ابوس ايدك. الحمد لله مضى. طيب، بقالنا كتير. بص، هو خلينا كنت يعني برضو انا عايز اقول اي حاجه. هو مش حازم امام بس، يعني مش حازم امام لوحده، اتحاد الكوره كله برئاسه الاستاذ جمال علام والاستاذ خالد الدرندلي اللي هو حلمي مشهور، دينا رفاعي دكتوره طبعا، ايهاب الكومي، الحاج عامر حسين، الحاج محمد اورفا، كابتن مصر، كابتن محمد بركات. الناس دي كلها هي اللي عملت دي، مش حازم امام بس. عشان بس انا ما اخدش حق برضو الناس يعني ما ينفعش اقول حازم امام لوحده. كلنا ومعانا طبعا قولنا الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد اللي هو مديني بوش، وكل اعضاء بصراحه يعني كلهم مدوني تفويض ووثقوا ان انا اقدر اخلص الحكايه دي. فالناس لو انا ما حدش عمل لي كده ما كنتش عارف اعمل كده. الناس دي لو ما ادتش حازم نشتغل في كذا ونشتغل في كذا، يعني العقود دي مش انا اللي بعملها لوحدي، بقى في برجع للمجلس ويشوفوا ويرجعوا لي ونطلع ونعمل ونوصل لحاجات واطلع للراجل. فالموضوع يعني مش عايز اقول ان حازم امام بس، لا، هو اتحاد الكوره كامله كلهم اشتغلوا على الملف بشكل كويس، وكلهم كان عندهم حاله المره دي يا سيف ما حدش عارف مين مدرب قوي. يعني في اسامي بتتنطور طبعا وكل حاجه، بس لغايه اخر لحظه كله قافل على ورقه. كل الناس حد كانوا احنا عندنا 17 سي في، طب عندنا 15 سي في، واحنا كنا شغالين على الموضوع ده وهما كانوا مكلفيني بيه بشكل كويس. فانا بشكرهم جدا 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 لان هما دول صحاب الحق الحقيقي، مش حازم امام بس. انا دايما بقعد اقول معاك يا سيف، مفيش حاجه اسمها وان مان شو، مفيش اداره واحد لوحده، محدش بيعمل حاجه لوحده، لازم تستعين بالناس. ما يعني انا مش سوبرمان، او انا مش ما بعرفش كل حاجه في العالم، لازم اسمعك يا سيف واسمع من هنا وحد يقول كلمه وحد يعمل حاجه وحد يقول راي. فالناس كلها بصراحه شاركت في القرار بشكل كويس جدا، الناس كلها دعمت القرار بشكل كويس جدا. الارقام والمواعيد والتواريخ دي كلها مش من دماغي، انا برجع ليهم. حازم اعمل هنا، طب هنا، طب هنا. لولا الناس دي وكله يعني معايا في الملف ده، فمش حازم بس. يمكن انا عشان اتصورت معاه وانا اللي رحت فالناس حطاني في الحته دي، لكن لا، ده هو الاتحاد بالكامل بصراحه. وبشكر استاذ جمال علام رئيس الاتحاد إن كان مدينا بوش كويسه جدا واشتغل معايا في الموضوع بشكل كويس جدا جدا، وعايز يعمل حاجه جديده. هم طبعا كل اعضاء، كابتن بركات
يعني على طول معايا بخطوه بخطوه وكتف في كتف في كل حاجه، واتكلمنا مع الراجل وشاف الحاجات وهو اللي كان معايا في كل حاجه. فعايز يعني ده نتاج عمل جماعي مش حازم امام بس. الراجل ده كان فيه حديث مع النادي الاهلي؟ ما اعرفش يعني، بس سمعت، ما سالتوش بصراحه والله يا يعني انا رايح لميشن معينه كنت عايز اخلصها، ما سالتش بقى هو مين جاله ومين راح. لكن هو مدرب ان شاء الله يكون يعني باذن الله يعمل معنا شغل كويس باذن الله. طيب شروط التفاوض يعني انا مثلا بسمع ان ده مشروع 4 سنين. هل الامور الماديه معلنه؟ بص برضو معلش عايز ارجع حته بعد اذنك سيف والنبي، معلش عشان موضوع المشروع ده مهم جدا. احنا اتكلمنا وانا بشكر جماعه الاهلي والاتحاد برضو، لازم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. الراجل ده سيف الباك يعني الايه ظهرنا بجد الفتره اللي فاتت. اشتغل معانا كويس جدا برضو في الموضوع، كلمنا معاه ورحت قعدت معاه ووريت له الصوره الكامله وهقعد مع مين وهشتغل مع مين وهكلم مين. كنت بكلم معايا ساعتها مع فيتوريا قبل ما اسافر بيومين، والراجل قال لي حازم كل الدعم ليكم، لو احنا هنقدر نعمل حاجه هندعمكم بحاجه. لان هو كان طلع قال ان احنا لو في اجنبي احنا ممكن ندخل ما دام في مشروع. قال لي حازم انا عايز ادينا مشروع تعمله واحنا وراك، مش هجيب مدرب ونمشي مدرب يقعد ماتشين وثلاثه ويمشي. فاشتغلنا على فكره ان احنا، قلت له على فكره بقى ان احنا نقعد 4 سنين، يبقى هدفنا لاول مره في تاريخ مصر ان احنا نجيب مدرب يقعد 4 سنين، مش موضوع بقى يجي على الماتش اللي جاي لعب وحش طب مشوه فالناس تزعل يقول لك ده ما عندوش فكره. طب لا هو قاعد 4 سنين يقعد يشتغل، هيخسر ويكسب ويشتغل. انا هدفي ان هو يجي، او هدفنا يعني. انت دلوقتي عشان بس واحده نترجم للناس، انت دلوقتي بتقول ان انا جايب الراجل ده 4 سنين قاعد وصل احنا اتحاد انا كاتحاد مصري يعني. وده الحاجه اللي قعدنا بيها مع الوزير الشباب والرياضه الاستاذ اشرف صبحي، استاذ الوزير دكتوره او الدكتور طبعا. لان بجد انا الراجل ده بحبه جدا. شخصيه محترمه وعمل معانا شغل قوي جدا بجد. ويعني قال لي حازم احنا مصر كلها عايزاكم تنجحوا، تمام، فاحنا اي حاجه نقدر هنعملها معاكم. ماشي. الراجل ده هيقعد 4 سنين مفروض وصل كاس امم وصل كاس عالم، ما وصلش الراجل ده كاس عالم اخر حاجه يعني اخرنا 26. الراجل ده قاعد لغايه 26 لحد 26. كاس امم دي مش مقياس وصلنا لها ما وصلناهاش مش مهم. لا يعني ان شاء الله هنوصل لها يعني، بس قصدي مثلا مش يعني ممكن ما اكسبش البطوله. بس انا بشتغل انا اسف، هو اللي بيكسب البطوله ده جه ممكن تكسب بطوله طبعا. بس ممكن ما تكسبش، بس في ناس بتقعد 5-6 سنين عشان تكسب بطوله، وده اللي الناس كلها بتقعد تقول لك عليه. كابتن حازم انا فهمت. انا نفسي نكسب بطوله طبعا، لا بس ده مش الهدف الاساسي. كابتن حازم مش قصدي كده، انا قصدي ان كل مسؤول يجي يعني، اول ما جه الاستاذ جمال علام والاستاذ خالد بختالي شخصيات محترمه اكن لها كل احترام، قعدوا هنا اول يوم قلت لهم يا جماعه احنا محتاجين ان احنا نقفل على نفسنا ونعمل سيستم ونعمل ايه، لا احنا رايحين جبنا تيروش، قالوا احنا رايحين نكسب كاس الام، عايزين نكسب كاس الام. كويس، كلنا عايزين نكسب طبعا. لا مش قصدي كده، قصدي ان انت لازم تواجه الناس. أيوة بالظروف الحاليه انت بتعلو طموحات الناس، سقف طموحات الناس. لا وبعد كده بتيجي تقولوا ايه، في احنا عندنا مشكله، فلازم دلوقتي تبقى القصه بصراحه زي ما بتتكلم كده، بتقول ايه انا يا جماعه الراجل جاي يشتغل بعد اربع سنين. الراجل ده بغض النظر عن طبعا انا وانت والدنيا كلها نفسنا ناخد كاس الامم ونفسنا نوصل كاس العالم وبتاع، بس ربنا كرمنا وصلنا الراجل قاعد، ما وصلناش الراجل قاعد برضه. صح كده ان شاء الله. طيب ده طبيعي في عالم كره القدم. صح ان انت بتعمل حاجه ناس تقعد قالي السيده بقى له 7 سنين كسب البطولة اللي فاتت، بس خسر اللي قبليها وخسر بس شغال. الناس بتشوف الناتج فيقول لك بصوا قعدوا 7 سنين. بس انت بقى لو انت هنا مش عايز الناتج بتقعد 7 سنين، انت عايز تكسب دلوقتي. المشكلة يا اما لو خسر يمشي. المشكلة اللي قابلتك مع الراجل ده في التفاوض؟ لا ولا حاجة، كلها بس ديتيلز. هو ديتيلز شوية كتير، لكن بصراحة بص اقول لك حاجة، انا اول زوم ميتنج عملته معاه اول سؤال بساله، انت عايز تدرب في مصر؟ عندك انت يعني مهتم بالموضوع ولا شايف الموضوع صعب انك تعيش مثلا في افريقيا او في بلد عربيه؟ انت راجل ما يعني بيبقى الاوروبيين نوعا ما ممكن يبقى فيه. فاول حاجه بساله عشان ما اقعدش يعني نقعد كتير ونروح ونيجي يعني. فهو قال لي لا انا مصر طبعا بلد كبيره جدا وبلد قويه جدا في الكوره، اكيد انا مبسوط شايف الموضوع. طيب السؤال اللي يهمني الاهم في المشروع ده، الشرط الجزائي بتاع الراجل كام؟ 3 شهور كل واحد فينا. بس ده دي مشكله.
نشيلها لينا وليه. هقول لك ليه مشكله. ايوه لو كسب وقصر الدنيا يسيبك ويمشي. لا وفي مشكله ثانيه، ولو هو مثلا ما عملش حاجه. لا بس انا مش عايز نتكلم في الشوط الجزائي كتير، لان انت لما تتكلم على الشوط الجزائي انت جايب واحد، انت تقعد تبص في الشوط الجزائي انت جايب واحد، انا جايبه او احنا يعني جايبينه عشان يبني عشان يشتغل. كابتن حازم ما انت في مشكله، مده المجلس ده قد ايه؟ سنتين ونص. طيب سنتين ونص، يعني انت في مجلس جاي بعدك، واحنا عندنا مشكله دايما اللي بيجي خلاص بقى نعمل ايه ربنا بيجي. لا ما هو ممكن الورق يتوضب للي جاي. يعني انتوا ما جيتوا استلمتوا كيروش، استلمتوه بشروط واضحه وشروط جزائيه وشروط جزائيه كبيره، فاهم قصدي؟ مش كبيره ولا حاجه. كبيره فين؟ لا انت قدرت انك تتعامل مع كيروش بعد كاس الامم وكاس العالم، لكن قبل كده كان شروط ارقام كبيره، فلازم تبقى الحاجات دي واضحه. ما هي واضحه في العقد، ثلاث شهور. انت شايفه إيه؟ رقم كويس ولا قليل؟ ما هو ما انت هو في حاجات اساسيه، يا اما تعمل رقم ثابت يعني مثلا شهر شهرين ثلاثه، يا اما بتقول لغايه نهايه العقد عليك وعليه. يعني لو مشيته ياخد نهايه عقده الاربع سنين عليك وعليه. ده الفيفا الماده 17 ان اي حاجه تحصل بينكم اللي يمشي التاني يدفع نهايه عقد. انت شايف الافضل ثلاث سنين؟ نهايه عقد دي اربع سنين كتير، ليه عليه هو كتير وعلينا احنا كتير يعني. طيب. اي عقد كده على فكره مش داعي مش انا بألفه يعني، ده ده الفيفا اللي بتقول. انا بحط نفسي مثلا مكانك، قاعد انا حازم امام عندي مثلا اسم تاريخ كبير، جيت قمت انا رايح في الوجه جبت المدير الفني ماشي، انا متفاهم اتحاد والناس وكل حاجه، انا رايح في الواجهه وجبت الراجل وعملت المجهود وجبت القصه. طيب هاجي بقى النهارده هنشتغل على الارض، القماشه اللي الراجل عايز يشتغل بيها اكيد محتاجه وقت، مع في مشكله ان اللاعب المصري الترمومتر بتاعه زي ما انت شايف كده طالع نازل طالع نازل. ما عشان كده بقى ده بياخدنا اسف ان الناس تسيب الوقت، ما تقعدش تحاسبني بالقطعه دلوقتي، انت عايز وقت. يعني الناس نفسها اللي بيتكلموا في السوشيال ميديا او في البرامج يقول لك ايه اللعيب المصري مستواه مش ثابت وعندناش لعيبه كتير كويسه. طيب يجي يقول الكلام ده هنا وعين عايز في بطوله افريقيا ياخد بطوله افريقيا. طب ازاي ما حضرتك ما هو ده هو ده. انت ليه بتنقد نفسك هنا وتقول هنا لا؟ يعني انت بتقول هنا ما عندناش لعيبه واللعيبه مستوى وحش، وبعدين تيجي هنا تقول ازاي ما باخدش كاس افريقيا. فانت لازم تبقى يعني باصص في المرايه. انا عندي مشكله فانا جايب حد او جايبين حد يحل المشكله. على ما حدش بيحل المشكله، ما فيش حاجه في العالم بتتحل في يومين او في سنه، يعني بتاخد وقت لو انت بتشتغل علمي يعني. صح. فهو هيقعد اربع سنين، نتمنى انه يقعد الاربع سنين ان شاء الله يعني يبني فرقه. الراجل ده من اهم الحاجات، وانا يعني هو سيت واحد لما بيجي يختار يعني او انا يعني او يعني وجهه نظر يعني بتختار على اساس ايه المدرب كويس؟ على اساس هو بيلعب ازاي؟ بيشتغل ازاي؟ تعامله مع الناس عامل ازاي؟ وعلى الارض عمل ايه مع الفرق اللي مسكها؟ مع الارض طبعا وبطولاته، واشتغل مع ناس كبيره ولا نجوم ولا لا. ومن اهم الحاجات اللي هو بيعملها الراجل ده انه بيجيب اللعيبه الصغيره ويديها فرص. يعني مثلا المدرب اللي قبليه خيسوس مدرب كبير جدا في بنفيكا ما بيحبش اللعيبه الصغيره كتير، بيجيب اللعيبه الكبيره دايما الاسامي، ومدرب كبير جدا خيسوس يعني مسك في فلامينجو ومسك في الهلال السعودي ومسك طبعا بنفيكا وهو جه بعد خيسوس. لكن هو مثلا روي لا بنطلع لعيبه كتير صغيره، طبعا ابرزهم جوا فيليكس اللي اتباع بعد كده 120 لاتلتيكو مدريد. فهو عنده فكره ان انا اطلع اللعيبه الصغيره واديهم فرص واشتغل عليهم. فدي من الحاجات المهمه عندنا ان احنا نشتغل الحته دي. الراجل مثلا بعت لي النهارده عايز يشوف منتخب 2003 واولمبي واول، يشوف اللعيبه دي كلها اللي بتلعب سيرفياتها. هو السي في بتاعه كده كان بينزل لا دلوقتي دايماً بقولك تحت. انا بقول لك كلام بيني وبينك يعني بعت لي قال لي حازم عايز حد اللي بعت لي الارقام بتاعه اللعيبه. بعت له طبعا نمره، وعايز احيي محمود سليم طبعا المحلل بتاعنا بتاع منتخب مصر ان هو ساعدني جدا في الحاجات دي، وكان دايما على طول بيبعت لي كل حاجه واشتغل على الحاجات دي كلها. فالراجل مش باصص على المنتخب الاول بس، ده وصلت 2003 ده من دلوقتي هو في البرتغال يعني. فهي النظريه يا جماعه هي دي اول مره تتعمل. في ناس تقعد تبعت لي يا عم انت بتستنى يعني ده بعد ماتشين هتمشوه. انا اتمنى ما تمشيش بعد ماتشين، واتمنى ان انتوا كجمهور ما تقعدوش تقول للناس يمشي بعد ماتشين. دايما الناس يقول لك اعملوا مشروع، بس اول ما يحصل حاجه دروب مشوه. ادوا بقى فرصه يا جماعه بعد اذنكم لينا كلنا يعني، نخلي حد يشتغل وهو هادي ويشتغل يعمل سيستم ويعمل نظام ويعمل لعيبه جديده ويطلع لعيبه جديده مع اللعيبه الموجوده ويشتغل يحصل. وده هيحتاج وقت ان شاء الله. هل حصل حديث بينك ومحمد صلاح على المدير الفني؟ لا يعني اخذت رايه مثلا فكر في كذا في كذا. لا عادي يعني نتكلم، بس محمد صلاح بعت له وكلمه وهو بعت له ورد عليه يعني كان كلمني فبيبارك لي. بس محمد بعد ما جبنا المدرب قال لي مبروك وان شاء الله بدايه موفقه، قال لي انا هكلمه وبعت له فعلا مسج واتكلموا صلاح اللي كلم الراجل. يعني بص هي حاجه يعني
بقول لصاحبي ابعت لك النمره، قال لي لا ابعت لي هبعت له نمرتك يا صاحبي، لا انا اديني نمرته يا كابتن انا هكلمه لان انا كابتن، انا كابتن فعلا لازم انا اللي اكلمه ارحب بيه بصراحه. كلام محترم. فقلت له يعني انت راجل جميل بصراحه يعني. بعت له وكلمه وهو في يوروبي، بعد كده قال ان هم بيتكلموا بعض يعني. رايه في اللاعب المصري؟ ولا هو متابع للكره المصريه؟ متابع، ابتدى يتابع. انا برضو خلاص بتفهموا الدنيا فيها ايه، اللعيبه مجهده بقى لها سنتين ما لعبتش ما بطلتش، فعندها مشكله في الحته دي. ف الساعه 1:30 يا سيف انت جاي من البرتغال موجهد يا عم، انا جاي من المدينه يا عم، البرتغال ايه. فقال لي انا شفت الماتشات، انا حاسس ان اللعيبه اوت اوف بوزيشن كتير، ما بتجريش كتير، في حاجات غلط شويه. قال لي بس ده متوقع ان فعلا بقالهم سنتين ما ريحوش يعني. طيب السؤال المهم اللي اجابته في كلمتين، لان لازم اطلع فاصل. بعض الناس ولا حاجه لازم ليه؟ عادي مفيش مشكله يعني. الناس بتتساءل يعني، يقول لك مثلا اتحاد الكوره جه كابتن ايهاب جلال لان التصريحات الاستاذ جمال علام ما فيش فلوس، ثم بعد كده في مدير فني منتخب الاولمبي اجنبي، مدير فني منتخب مصري اجنبي، مدير فني اتحاد اجنبي. لازم نتصرف يا سيف، لازم نتصرف. لان هو ده واجبنا، لازم تتصرف وتشتغل على مواردك، حاول تتعظمها شويه وتنميها شويه ونزنق نفسنا شويه لحاجه لصالح العام، لصالح النظره الاشمل شويه. فده يمكن زي ما قلت في المؤتمر، احنا بنتاسف، احنا غلطنا ممكن في حاجه، مش عشان كده كابتن ايهاب على فكره. لا 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 مش بتكلم، كل احترام وتقدير لي وفوق ده، بتكلم على الامور الماديه اللي اتاسف له تاني على فكره طبعا على الموقف اللي حصل، اللي بجد ما خدش فرصه كافيه يعني. لكن انت لازم تحاول تشوف مواردك. اذا امورك الماديه تمام؟ هتبقى تمام ان شاء الله، هنحاول تبقى تمام ونحاول نخلي اي حاجه عشان تحاول تصلح او من وجهه نظرك تصلح يعني. ممكن وجهه نظري في الاخر الله اعلم، بس انا ده وجهه نظرنا، بنحاول نشتغل عليها ويا رب تطلع صح ان شاء الله. الكره ارقام، بتاخد بالارقام وبتاخد بالتعليمات وبالابجديات وبكل حاجه، بس في الاخر الكره ممكن واحد يعملها كده جوه يدخلك كاس العالم واحسن اتحاد في مصر، ويعملها كده بره تبقى انت افشل واحد في مصر. هل انت المشرف على المنتخب الوطني انت وكابتن ابو بركات؟ لا لسه ما اتكلمناش طبعا في حاجه، لكن ابو بركات دلوقتي ماسكين الملف الفني يعني. انا بتكلم على الاشراف. ما بقول لك انا وكابتن بركات طبعا يعني المجلس فوضنا خلاص ان احنا دايما نبقى الحاجه الفنيه في المنتخبات كلها. للاشراف على المنتخب يعني، انت اللي مع الراجل. المنتخبات كلها اه. صح؟ منتخبات كلها مش بس يعني منتخب اولمبي و2003 و2006. يعني ما فيش حد هيتكلم مع الراجل ده غير حضرتك وكابتن محمد بركات. لا طبعا اي حد طبعا عايز يتكلم مع استاذ جمال علام رئيس الاتحاد من حقه اكيد يتكلم. اي حد هو انت المشرف ده، بس ان هو بيبقى عنده ديتيلز ويقدر يشرح وجهه النظر للناس كلها على الترابيزه، لكن اي حد هيسالني اقول له لا مثلا مش هقول لك، كل الناس هيسالك بيبقى عندها. هيسالك بس مش الراجل. لا يعني ما كابتن حازم احنا دايما مشكلتنا ان اي حد يتكلم. لا لا بس هو الناس احنا مفيش في العالم على حاجه اسمها اي حد يتكلم مع كيروش. مفيش حد دخل على كيروش مثلا قال له ايه الاخبار الدنيا عامله ايه مثلا وهتلاعب مين. ما هو ما اتبسطش. انا قصدي ما حصلش حتى، كان هو استاذ جمال بس اللي بيكلمه. لا لا مش استاذ جمال بس، هو كان في ناس بيتكلموا معاه. لا هو زعل ان الناس اتكلمت في التلفزيون عليه. لا لا لكن انا قصدي بيتكلموا نفس الراجل معاه. هو الراجل نفسه طريقته وسيستمه، اي حد اجنبي عايز واحد يتكلم معاه او عايز يبقى حد واحد يعني ناس معينه. بس لا انا بقول لك على فكره من حقه مع كيروش مفيش حد دخل يتكلم معاه فني يعني، كان بس استاذ جمال هو كان مشرف ساعتها، فهو اللي كان بيتكلم معاه. هو زعل ان في ناس اتكلمت في التلفزيون على عقده وعلى الحاجات دي، فده اللي ضايقه منهم. لكن في الاول يعني وبعد كده الموضوع، لكن مفيش حد كان بيروح، ما حدش كان بيروح التمرين مثلا غير استاذ جمال علام، ممكن انا اروح مره او بركات مره وخلاص. لا هو علاقته قويه جدا كان باللي هو مشهور، واللي هو حلمي طبعا. أيوه. حبيبه يعني. اللي هو حلمي قعد معاه فتره كبيره ماشي، ما هو ده. وخالد لما سافر هناك، انا قصدي ان الصح يا كابتن حازم ان واحد يتعامل معاه، دي اللي احنا عشناه. الواحد صح يتعامل معاه، لكن من حق مجلس الاداره انه يتكلم مع الراجل يعني. ما ينفعش يتكلم مع مجلس الاداره ما يتكلمش الراجل، يتكلم مع الراجل، يتكلم معاه طبعا، بس مش هيخش في ديتيلز يعني. يتكلم معاه، والناس كلها عارفه كده على فكره. لكن انت وبركات المشرفين ده هو بقرار مجلس اداره مش يعني. ايوه ما انا بسال انت ليه يعني. لا خالص والله خالص. لا اصل في ناس يقول لك اوعى حد يكلمه. ليه اوعى حد يكلمه ليه؟ هو الناس دي اعضاء مجلس اداره، ناس محترمه مش الشارع، من حقه ان هو ده هو مسؤول قدام الجامعه بكل حاجه. مش هيخش معاه في ديتيلز في ارقام وانت لعبت ده ليه ده، بس من حقه مثلا ازيك يا مستر روي اخبار الدنيا ايه، عامل ايه اللعيبه عامله ايه، حاجات على المستوى العام. كابتن حازم هو في النادي الاهلي اي حد بيتكلم سوارش؟ هو في نادي الزمالك مش هيكلمه في ديتيلز. اي حد بيتكلم مش هيكلمه في ديتيلز ولا يعني كابتن جمال حبيبي مثلا ما يروحش الزمالك يقول للراجل مثلا هاي الماتش امبارح كنت كويس جدا. ما يعني مساء الخير. اي حد في الاهلي غزاوي مثلا ما يروحش للراجل كنت كويس امبارح عادي، بس مش هيخش معاه بقى انت لعبت ده ليه وما لعبتش ده ليه. لا مش عادي. ماشي مش عادي يعني. انا كلام على الزمالك اللي انا عارفه. طيب هو مش هيروح له، هو في الاخر
لا طب افضل في فرق اسيف ان انت تتعامل عادي مع الراجل وفرق ان انت تخش معاه في شغل في الشغل بقى. طب خلينا في الشغل. في الشغل ايوه انا انت وبركات تمام. واستاذ جمال طبعا بصفته رئيس الاتحاد اكيد يعني ماشي. بس هو الافضل ان حضراتكم كمختصين تبقوا في الملف طبعا ده. طبعا وكل زي هو زي بالظبط اللي ماسك ملف الحسابات أكيد واللي ماسك ملف ده هو صح. هو ده الصح يعني. نطلع فاصل وبعد انا عارف ان هو هيتعبني وهنقعد نجاهد مع بعض بس ماشي مش مشكله يعني. نطلع فاصل وبعد الفاصل ارجع لكم تاني. الفقرة دي بقى سريعا كده انا عايز منك بعد اذنك يعني حاجات سريعة كده. انا عندي اسئلة كتيرة جدا. عندك تفاصيل عن الراجل عايز تقولها؟ راجل منظم جدا اكسايتد جدا للموقف. اول مرة في حياته يعمل 4 سنين عقد. فهو الان قال لي انا اول مرة اعمل عقد 4 سنين حاجة قوية جدا لمنتخب مصر وانا عايز اعمل حاجة كويسة. الراجل بيبعت لي كل يوم نتكلم بيتفرج على الماتشات زي بقول لك عايز الارقام اللعيبة. خد 3 سنين لورا كل اللعيبه اللي لعبت منتخب مصر بمنتخب اولمبي بيقول لك ب 2003 كل الناس اللي بتلعب بره في اوروبا حتى لو ما بيلعبوش دلوقتي سام مورسي مثلا اللعيبه اللي جت قبل كده واللعيبه اللي لسه صغيره بتلعب اخد ديتا قديمه يعني كل حاجه. طيب قلت له على ماتش كاس مصر فاينل الزمالك واهلي اكبر فرقتين في مصر هيلعبوا. قال لي طب انا عايز اجي اتفرج فان شاء الله المفروض هيجي ان شاء الله الماتش يتفرج عليه. هل الراجل ده قدم تنازلات ماديه؟ كتير كتير ماديه. ده اقل عقد في حياته من ساعه ما راح بنفيكا يعني. واقل عقد جاله فيه عروض يعني هو بياخد ارقام دبل الحاجات دي. هل الراجل جايب دبل؟ هل الراجل جد دبل؟ واحنا بنتكلم كان في نادي انت عايز تقول الرقم؟ كان في لا انا بقول لك يعني انا ماليش دعوه بقى يعني مش هقدر اتكلم عليه بس انا بقول لك وانا بتكلم معاه الاسبوع اللي فات ده جاله نادي بدبل اللي احنا بنديه. كان جاله كام؟ 4 مليون وشويه. هياخد 2 مليون وشويه يعني. ماشي. طيب هل الراجل جايب جهازه كله ولا في مصري؟ مع 4 مفيش حد مصري موجود؟ لا هيبقى اكيد مصري طبعا اكيد لازم يبقى مع مصر. مدرب حراس او مدرب عام؟ لا مش هو يعني للاسف برضه انا يعني بعتزل كابتن عصام الحضري طبعا لان انا كان نفسي عصام يكمل. ونفسي يعني ان عصام عمل شغل كويس توت افريقيا بصراحه جدا جدا يعني هو احسن 2 لعيبه في مصر في البطوله كان الاجوان بتاعتنا يعني. كان الشناوي قبل ما يصاب وبعدين ابو جبل فبالتالي مدرب يعني ادى اللي عليه كابتن عصام يعني. بس هو راجل معانا 12 سنه قال لي يعني يعني اتكلمت معاه في ان احنا بنعمل كوادر في مصر وعايزين الناس تاخد خبرات وتشتغل. فقال لي يا حازم انا في الحته دي الراجل ده معايا وانا 12 سنه بمشي بيه في كل حته وهو انا بثق فيه جدا. فخلاص يعني بتبقى مصلحه العامه. امال المصري هيكون موجود في ايه؟ مدرب عام. لازم يبقى معاه مصري. ما برضه هيعرف الداتا منين هيعرف اللعيبه منين. هل المدرب المصري هو الراجل هيختاره ولا انت اوريدي عامل شورت ليست؟ مش عارف حد هيعرف منين يعني احنا نختار يعني. عاملين شورت ليست هو لغايه دلوقتي شوقي هنشوف بقى بعد كده لسه هنشوف الدنيا فيها ايه مع محمد شوقي هو اللي كان موجود يعني. اختيار رائع بصراحه. لا لسه ما اخترناش بس هو اللي كان موجود قصدي مع لسه وليه ما يكملش شوقي ممتاز يعني المجلس اكيد لازم يبقى ليه برضه سيف الموضوع يعني. طيب هل الراجل ليه طلبات اخرى في الجهاز الفني ليه تعديله جديده في اي حاجه؟ هيبقى معانا برضه نفس الولد محمود سليم اللي هو محلل الاداء بتاعنا الولد هايل اشتغل مع كروش بشكل كويس جدا وهيكمل معايا برضو إن هو مدير المنتخب. مدير المنتخب يبقى ان شاء الله حد جديد. حد صغير وبروفايل لا مش لاعب كوره بس بروفايل شبه ايهاب الهيطه شويه. فكره اللي هو دارس الاداره وهنجيب حد ان شاء الله كده. انت اخترته خلاص يعني وكابتن بركات يعني وهنقوله للمجلس برضو الفتره الجايه. هل من الاهلي والزمالك؟ لا مش من الاهلي والزمالك. هو مش مشهور يعني من ام بي بس هو كادر اتوقع ان شاء الله. ما بقول لك احنا جايين سيف نحاول نطلع ناس جديده وتشتغل فعايزين نعمل فكره مدير المنتخب الاداري اللي هو دارس وفاهم. مش حابب نتكلم عنه دلوقتي يعني ممكن لا لسه المجلس ما خدناش بيه موافقه يعني.
لما نقول لهم عليه ان شاء الله. متهيألي ان انا عارف الولد. انت عارفه؟ انا عارف. طيب ما يخص الإدارة الفنية للمنتخبات، هو مهتم بيها؟ يعني ممكن يقعد مثلا مع كابتن محمود جابر، مع كابتن محمد وهبة، مع المجموعة اللي موجودة؟ يعني وهبة طبعا صغير، 2006 دي صغيرة شوية، لكن 2003 بقول لك وهبة على فكرة عامل شغل رائع. هايل هايل هايل. عندهم البطولة، عندهم السعودية دلوقتي، وبعدين هيروحوا يلعبوا ماتش ثلاث ماتشات في اسبانيا ان شاء الله، وبعدين بطولة شمال افريقيا، تصفيات افريقيا، بالتوفيق ليهم يعني. كابتن محمود جابر رايح بطولة عربية كمان، عامل شغل كويس، كنت معاهم لسه الاسبوع اللي فات. فبالتوفيق ان شاء الله. بقول لك سيف لسه، بقول لك بعت ياخد لغاية 2003، داتا لعيبة 2003، فهو باصص على قاعدة كبيرة، فاتح الورقة قوي. ان شاء الله يعني. طيب قبل ما اطلع الفصل بثانية، هل حصل كلام مع كيروش اصلا ولا ده موضوع؟ كلمت مع كروش في الاول طبعا، وعلى فكره عايز اقول لك حاجه في موضوع كروش برضه. الراجل هياخد لو ليه فلوس هياخدها، عشان برضه الموضوع احنا اللي عملنا الغرامه يعني، احنا دفعنا كل حاجه ما عدا $25,000. قعدنا في اجتماع اخر مره، وبعد ما كروش قال احنا كناش نعرف الديتيلز. انا فاكر ان هي، انا كنت فاكر ان الغرامه اساسا بتاعت ماتش اللي هو اتخانق مع جسامه، فلما بعد ما الموضوع هو بعت للصحفيين فهاتوا الورقه يا جماعه، قال لك لا ده بتاع ماتش. ده كلام محترم جدا. فلواء حلمي مشهور يعني، عشان الراجل ده راجل محترم جدا، قال لي يا حازم انا كنت معاه فعلا، وهو حصل كذا كذا كذا. فهو موضوع ورقي بس، ان احنا لازم ان هي دي مش حاجه بتاع انا هاخد بيها قرار لوحدي، لازم ان ده تبلغ ان جاي لك عليه 25 فيفا، قايل لك هو اللي غلطان. كلام محترم. فلازم تقدم ورق بس. لكن الراجل ده ليه فلوس هياخدها، احنا ما بنضحكش على حد حق يعني، مش هناخد حق حد. وهو خد اكتر من كده بكتير يعني، ما جاتش على $25,000، هو خد اكتر من كده بكتير، خد مرتباته كلها وخد مكافاته كلها، مكافاته العربية يعني، واخد كل الفلوس. فمش تيجي على $25,000 اللي هم دول هيعملوا مشكله. رد محترم. فهو يعني انا بقوله اللي هو شايفني ما تقلقش، وانا كلمت فنجاده وبركات كلمت فنجاده، هو هياخد فلوسه يعني. طيب نطلع فاصل، وبعد الفاصل نشوف المدير الفني للمنتخب الاولمبي ممكن يكون مين، مع كابتن حازم بعد الفاصل. نرجع تاني ونتكلم شويه عن المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي في دماغكم حد؟ طبعا انت اجنبي اكيد. بص انا كنت بس موضوع الفيرست تيم ده كنت انا مركز فيه قوي، فبركات دلوقتي او بقاله فتره يعني هو اللي مهتم يعني مركز فيه اكتر. انا كنت قلت لك كنت بقى انا هركز بس اخلص مع راجل، فهو اللي شغال في الحته دي بصراحه اكتر مني. أجنبي دلوقتي بقى. اجنبي بس ممكن يبقى مصري. اجنبي بس ممكن يبقى مصري لو ما لقيناش اجنبي كفء يعني. ده مش قرار لسه اجنبي. لا هو اجنبي يعني هنحاول، ده برضو عند بركات يعني، هو المفروض في خلال يومين ثلاثه هيجيب لنا اخر حاجه يعني. لو مش اجنبي ممكن يبقى مصري. ما اكيد لو مش اجنبي ممكن يبقى كابتن عصام الحضري موجود في المنتخب الاولمبي. ممكن طبعا اكيد يعني، ممكن طبعا. عصام هو واحد من نجوم منتخب مصر يعني في تاريخ مصر، وابن منتخب مصر يعني، زيه زي شوقي، زيه زي اسامي كتير لعبت لمنتخب مصر، ومعتمد جمال ابن منتخب مصر، معتمد برضه من المدربين اللي قعد كتير قوي في منتخب مصر، وائل شيتوس نفس الكلام، مروان شرف في منتخب مصر تقريبا يعني، في اسامي كده مدربين بقى لها كتير في اتحاد الكوره. وائل رياض ممكن تستعين بيه؟ وائل رياض في المنتخب الاولمبي ممكن طبعا، لان هو عنده الباك جراوند كله بتاع المنتخب الاولمبي. هو اللي كان مع كابتن شوقي المره اللي فاتت، وكان مع كابتن شوقي في المره دي، فهو معتمد. بس وائل خامة كويس، هو معتمد طبعا. معتمد طبعا، الاثنين كويسين جدا. بس معتمد بتهيألي يجي تاني مدرب عام صعب. ما اعرفش والله، بقول لك بصراحه انا يعني كنت يعني لما كلفوني موضوع الفيرست تيم ده بتحديدا كنت مركز قوي عشان اخلصه. فبركات هو اللي ماسك موضوع الاولمبي قوي زياده اكتر مني شويه، لانه يعني صعب تعمل كل حاجه، زي ما قلت لك احنا كلنا واحد بياخد حاجه يعني. فكنت بقى هو اللي معاه دلوقتي الديتيلز اكتر يعني. الاداره الفنيه للاتحاد الكوره اجنبي؟ ان شاء الله المفروض برضه ان شاء الله يعني. خلص؟ يعني في كذا اسم قدامنا كويس. زي مين؟ لا اسامي يعني مش مصريين يعني. وفي اسامي مصريين، كابتن عظيم على فكره اسمه كان مرشح، كابتن عظيم من الناس برضه اللي انا شايف حتى لو جبنا اجنبي ممكن يجي يشتغل معاه. عظيم. لان انا عايز اعمل برضه كلنا على فكره عايزين نعمل كوادر في الحته في كل منطقه في اتحاد الكوره كمديرين فنيين. كابتن عظيم عنده خبرات كبيره، ركبت معاه كذا مره انا وبركات، وراجل عنده طموح كبير جدا جدا. كابتن رمزي برضه نفس الكلام، بس كابتن عظيم كنت معاه يعني
هتكلمني كتير قوي وكلمنا في ديتيلز. فممكن لو جه واحد اجنبي يبقى معاه كابتن عظيم لو هو وافق يعني. طيب الملف الاخير وملف التحكيم. انت كان كلاتنبرغ افندم. كلاتنبرغ كلاتنبرغ. انا يعني بص انا سمعت كابتن جمال الغندور وكابتن عصام كلهم زعلانين يعني مني. مش عارف مني ليه لوحدي بس يعني زعلانين مننا. هو الموضوع يا جماعه لا ينقص منكم شيء يعني. يعني الواحد في لعيبه محترفه تيجي مصر وفي لعيبه في مصر كويسين, مش معناه ده ان لعيبه في مصر فاشل يعني. لكن انت ساعات بتبقى محتاج حد يجي ينور لك حاجه معينه ويمشي. هو مش هو 80 سنه على فكره, هو سنه اي سنه يعمل حاجات نوعا ما نتمنى ان هو تكون اضافه. انت بتسعى انك تعمل حاجه كويسه, ده لا ينقص ولا يقلل من قدر الشيء يعني. يعني انا بسمع كابتن جمال يقول ده بيقلل وده واحنا احسن. احنا طبعا احسن, كنا احسن. احنا ما عندناش حد بيروح كاس عالم بقالنا فتره, ما عندناش حد بيعمل مثلا بطولات افريقيا فاينل. ممكن عشان الاهلي كان بيوصل فاينل فما بيوصلش مصريين, لكن ما عندناش يعني. انا شايف عندنا كوادر كويسه, في مدرب, في حكام كويسين قوي في مصر. احنا يمكن بس احنا هنا عشان تعصب بيخلي الناس تغلط يعني ان الناس متعصبه جدا او بتعصب لناديها, فكل واحد بيشوف التاني بيجامل ده. لكن لما بيطلعوا بره بيبقوا كويسين. بس احنا لازم برضو نبص يعني, ما ينفعش نقول احنا احسن ناس في الدنيا واحنا ما عندناش حد بيوصل في اي حاجه في العالم بقالنا فتره. يعني او مثلا واحد حكم لي ماتش في كاس عالم بس في دور 32 مع فرقتين ما حدش عارفهم, يبقى ده كده هو منتهى املي. لا, عايزين مدربين حكام زي ما يعني الاسامي اللي كان بيتقال ده, ما احنا كان عندنا كذا وعندنا كذا. عندنا كابتن جمال الغندور, كابتن عصام, اتنين حكموا في كاس العالم, كابتن جمال حكم ماتشات كبيره. فعايزين نعمل تاني. ممكن ده يكون عنده مش حاجه يعني, مش عيب انك تجيب حد ممكن يقول لك حاجات كويسه, يعمل لك حاجات كويسه وتستفيد بيها وابني انت عليه بعد كده. ده لا يقل من كابتن جمال ولا من كابتن عصام ولا من كابتن ياسر. مين اللي هيختار التعيينات بتاعت الحكام؟ هو واللجنه اللي معاه اكيد يعني. هو ما عرفش حكام لسه اكيد, يبقى محتاج حد يقول له الدنيا. هو يعمل سيستم يا سيف, هيحاول هيجيب مثلا يعمل محاضرات, يعمل ندوات, يعمل محاضرين. يعني اللجنه هي مكمله زي ما هي دلوقتي؟ لازم يبقى معاه لجنه. ما هو الواحد انا بكام دلوقتي الوقت؟ ما هو لا, كابتن عصام الماسك. احنا قلنا السنه الجايه كابتن ميرج ده جاي, السنه الجايه الموسم الجاي. فكابتن عصام اصلا سمعت ان كابتن عصام موجود, ما راجل شغال وزي يعني راجل محترم, ما عملش حاجه. راجل كان اعلن استقالته, قال لما يجي الراجل. بس هو مش جاي دلوقتي, هو جاي السنه الجايه. يعني جاي الموسم الجاي. يعني حتى الان عصام عبد الفتاح هو احنا هو الراجل لما جه كابتن ميرج قلنا من الموسم المقبل. وزي ما بقول برضو هو الراجل هيجي يشتغل لوحده, ما هو الراجل هيشتغل مع مصريين. صح. المصريين دول اللي هيقولوا له السيستم بتاعنا كذا. طب هو مثلا لقى السيستم ده فيه حاجه غلط من وجهه نظره, هيحاول يصلحه. اصلاح ده جه صح ومشيت الدنيا كويس, اللي يجي بعديه يبني عليه. صح. يعني انا بس يعني الموضوع هم واخدينه بيرسونال, ما اعرفش ليه, كان دي كارثه. لا مش كارثه يعني يا كابتن, انتوا ناس كبار وبنتعلم منكم وانتوا اساتذتنا. بس ما فيش حد كبير على التعليم وما فيش حد كبير على انه يتعلم مهما كان هو مين يعني. كلنا, مش انا لوحدي ولا حضرتك يعني. من قال لا اعلم فقد افتى, مش كل الناس تعرف كل حاجه يعني. السؤال الاخير بره الكوره, خلاص خلصت كل ملفات الكوره. يعني هناك اقاويل ان كان في ازمه للقيد داخل اتحاد الكوره لنادي الزمالك, والجمهور الاهلي دايما بيتكلم ان كابتن حازم تدخل للزمالك في امور القيد لان الزمالك عليه مدنيه, فطالبين المساواه, ان المساواه تبقى الفلوس او المديونات على الانديه كلها تبقى واحد. تمام. يعني الانديه تدفع, الانديه ما تدفعش. تمام. هو على فكره الجواب ده برضو عايز اقول حاجه, الجواب اللي راح للزمالك الناس قالته عليه, هو النادي الزمالك بس اللي طلع الجواب على فكره, بس هو اتبعت لكم معظم الانديه اللي في مصر. يعني معظم الانديه اللي في مصر عليها ديون. صح. مش الزمالك بس, بس هو الزمالك اللي اعلن. بس في انديه كتير جالها وما اعلنتش, فمش بس الزمالك اللي اعلن عليه. يعني قصدي مش بس نادي الزمالك عليه ديون, كل الانديه ومعظمها, مش كلها, معظمها اللي بتلعب في الدوري عليها ديون. طب السياسه هتبقى ايه؟ وبعدين خلي بالك انا برضه عايز اقول حاجه, هو الزمالك اساسا ما تقيدوش السنه دي حاجه. فمش احنا اللي عاملين الديون دي. صح. يعني الزمالك ما تقيدش السنه الجايه. لا انا بقول لك دي فلوس قديمه اساسا. صح. ومن حق يعني الزمالك راح باعت حد يراجع الكلام ده كله, ولو يشوف لو في حاجات ليه وفي حاجات عليه, وبعت شيك بعد كده. وبعدين برضه عشان الناس تفهم حاجه, بيقولوا في الاتحاد الافريقي ان هو عامل السيستم ان ما حدش يلعب غير لما يسدد فلوسه. لا مش لما يسدد, لما يجدول ولما يوصل لتسويه. لما توصل لتسويه, مش لما تدفع فلوسك كلها بالكامل. لازم لكن لازم يتبعت لك من اللي ليه فلوس عندك ان انت وافقت على التسويه مع النادي ده. لما تتبعت التسويه دي ان انت وافقت, الاتحاد الافريقي يديك موافقه. لكن مش لازم تدفع, لكن توصل لتسويه مع اي حد انت عندك مشكله معاه. يعني الناس يقول لك لازم تدفع كل فلوسك عشان تخش البطوله الافريقيه. لا, هو بيقول لك اوصل للحلول, لو ما وصلتش الحلول مش هتخش.
يعني لو وصلتش يعني الزمالك لو وصلش مع ماريتمو ده ما كانش هيخش. الزمالك وصل واشتغل على الملف. يعني الزمالك ابتدى يجدول فلوس ومش الزمالك بس على فكره وكل انديه مصر. وعايز اقول لك حاجه برضو، اصل الناس شايفه ان هو الزمالك بس، معظم الانديه الجماهيريه، مش هتكلم على الفيرست تيم كمان، هتكلم على الناشئين. روح كده اي منطقه، القاهره، جيزه، اسماعيليه، بورسعيد، هتلاقي معظم الانديه عليها مديونيات وبتتايد لاعبتها عشان تلعب. مش ممكن مش هتايد، هتخلي مثلا فرقه كبيره في محافظه مش هتلعب عشان معهاش 500,000 جنيه. صح. وده بيحصل. لو رحت سالت، لكن انت كواجبك كاتحاد كوره مش ممكن تقول الناس لو ما دفعتش مش هتلعب. يعني انت مش الزمالك، انت لو عملت كده معظم الانديه الجماهيريه مش هتلعب كوره. انت معظم الانديه عليها فلوس، مش بتكلم على فيرست تيم، بتكلم كمان على الناشئين. اي اي ما هش عشان دي مهم، بس اي منطقه في مصر روح اسال كده، هتلاقي في انديه كتيره عليها فلوس قيد بتدفع لك مثلا ايه 50,000 ويقول لك شويه. فانت لازم تعمل كده، انت مش هتبطل الناس كوره. اذا ده موضوع يخص كل الانديه مش الزمالك بس. فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. ورجعنا لكم تاني ونتكلم بقى شوية على المدرسة البرتغالية. المدرسة البرتغالية، الراجل بريرا، سواريش، ده الأفضل، وفي فاركو كمان، وفي فاركو كمان، وفي مستر فيرا أعتقد برازيلي، يعني شوية برضه البرتغالي في إمبي. بص أنا يعني بشوف دايما نسيف في الفترة الحالية مدربين أوروبيين هم يعني عندهم النوها وعندهم النولج أكتر شوية. طبعا كامل احترامي لكم على كل مدربين العالم وامريكا اللاتينيه، بس انا بحس امريكا اللاتينيه من وجهه نظري بعاد عننا شويه، ولازم لو جبت واحد يبقى شغال دلوقتي وماشي بشكل كويس ويبقى الاتموسفير مختلف شويه. اوروبا عندهم نظام وعندهم سيستم، والبرتغاليين تحديدا هم الاكثر حزما في السيستم. يعني انا اشتغلت مع مدربين كتير المان وفرنسويين وبرتغاليين وايطاليين. ايطاليا كويسين برضو بس ما يمشوش معانا قوي. ايطاليا عايز سيستم قوي جوه الملعب يتنفذ. التاكتكس جوه الملعب دي يعني بالنسبه للمصريين هترخمهم شويه. لكن البرتغالي عنده نظام وحسم وما بيهزرش، وعايز دايما اللعيب يعمل اللي عليه وما بيخافش. معظم الناس يعني من اول جوزيه، فيريرا، الراجل دي حاجه عامله له سعاده ان في عدد كتير من البرتغاليين موجود. اكيد اكيد طبعا اكيد. يعني تقييمه اليوم ايه؟ لا مبسوط ان في يعني برضه انت تروح مكان في ناس من بلدك هناك بتشتغل. تقييمه ليهم يعني؟ لا طبعا هو بيتكلم عليهم كلهم كويس جدا يعني. زمايله اكيد من السفيره طبعا ده استاذه. سواريش واحد طبعا اصغر منه شويه بس طبعا بيتكلم عليه كويس قوي. وهو بالنسبه له زي انت مصري تروح مكان تلاقي فيه مصريين شغالين في احسن حتت في البلد اللي انت رايحها مثلا، فبيبقى مبسوط ان هو هيلاقي هيعرف يتفاهم اساسا مع اكبر نادين في مصر اللي هو الزمالك والاهلي، فبالتالي هيعرف يبقى التعامل سهل، خصوصا هو لسه جاي هيبقى عايز يعرف المعلومات الدنيا ماشيه ازاي. انت رايك في سواريش حازم؟ لسه بقى يعني لسه مش ما يبانش عليه يعني، محتاج وقت. الشغل في نص الدوري ده صعب قوي يا سيف برضه يعني، وبعدين النادي الاهلي نادي كبير جدا، فانت الناس عايزه نتائج بسرعه، جاي في وقت صعب وجاي على ماتشات صعبه جدا. لكن اي مدرب محتاج وقت يعني. انا متاكد النهارده هو فوجئ، وده كلامه حتى في المؤتمر الصحفي، قال لك انا فوجئت باداء بعض اللاعبين لان هو ما شافش غير ماتش الجونه. ماتش لعب كويس الاهلي على فكره، ما كانش وحش. ماتش بقى فيوتشر كان كويس طبعا، ففجاه لقى اللعيبه هي مستوى تاني خالص. فهو ده اللي هيشوفه في الدوري المصري او اللعيبه المصريه، ان هو ما فيش حد على طول طالع كده. هتلاقي طالع كده وفجاه يعمل كده وبعدين يطلع لك تاني يعني. ممكن تلاقي الماتش الجاي كويس جدا. بس هي دي بقى المشكله، ان هو ما يبقاش عنده التوقع بتاع مين هيبقى كويس ومين وحش النهارده. فاكيد الهزيمه هتهزه شويه، وانك تلعب انك تخسر، كل الناس تخسر، بس انك تلعب وحش، خصوصا انت بيراميدز ماتشين اللي فات مع سامي قمصان ما لعبتش جامد بس عملت اللي عليه، جبت جونين وقفلت الماتش. والماتش الاولاني طبعا سامي كسب 3، فده اللي عامل بس ان احنا الاهلي كسب واحنا ما كسبناش، او الراجل ما كسبش يعني. فده ممكن يعمل له شويه مشاكل يعني. طيب يعني انا 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 صاحب نظريه دايما ان يعني المدرسه كلها تكون ميه واحده. فالحقيقه وجود العدد من الادارات الفنيه البرتغاليه دي انا شايفه ان ده ظاهره صحيه جدا. نرجع نكمل بعد الفاصل.
رجعنا لكم تاني وبعد ما اتكلمنا بقى على المدير الفني للمنتخب الوطني وعلى اتحاد الكرة، نروح شوية على المباراة القادمة الأهلي والزمالك. وتنسى بقى ان انت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وترجع كده لأيامك تاني وأيام كابتن حمادة والحاجات الحلوة دي، تتوقعها ازاي؟ لا خير التوقعات طبعا، يعني اتمنى ان شاء الله يكون ماتش حلو، نتمنى ان شاء الله تشوف كرة حلوة يبقى يليق بفاينل كاس مصر ان شاء الله بإذن الله. يعني كل شيء متاح في ماتشات الكاس، يعني ده مش ماتش ده كاس وبطوله. مين الجاهز اكتر؟ الجاهز اكتر يعني دلوقتي انت النهارده الزمالك بيكسب والاهلي بيخسر، الاهلي ما لعبش كويس، الزمالك بيلعب كويس بقاله فتره، فالامور رايحه في سكه الزمالك. لكن طبعا ما ينفعش تنزل ماتش الاهلي والزمالك وانت بتقول انا احسن. في ماتشات كتيره بيحصل العكس، لو انت ما نزلتش مدي الفول اتنشن وفول باور هتخسر. الاهلي فرقه كبيره جدا، بطل كاس السنة اللي قبل اللي فاتت وبطل افريقيا وبالتالي السنة اللي فاتت، وبالتالي ما يقدرش ان هو يخسر كتير. يعني الزمالك عنده مدرب كبير قوي قوي بصراحة، واللي بيعمله ده صعب جدا في الكورة، صعب قوي 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 انك بقماشة قليلة قوي والظروف صعبة جدا وتلعب الماتشات دي وتلعب بالاداء ده وتلعب بلعيبة. يعني لو في اول سنة قلت ان عبد الغني هيلعب ديفندر وما بتلعبش بديفندر وتلعب برؤى يبقى هو الاساسي وتكسب وتمشي بشكل كويس، وتلعب بحسام عبد المجيد سيرد باك اساسي دلوقتي 3-4 ماتشات والولد ماشي كويس، وتلاقي يوسف اسامه وتلاقي سيف جعفر وتلاقي نيمار، الكلام ده لو قلته في اول السنه قلت الناس دي هتلعب وهتبدا شكل الفرقه، ممكن تلاقي يقول لك اذا مش الزمالك مش هيعدي او مش هيشتغل. يعني فبصراحه الزمالك مع فرقه مع مدرب كبير قوي قوي قوي، واللعيبه عندها ودي حاجه حلوه جدا السنه دي في الزمالك او السنه اللي فاتت كمان، او يعني ان هم عايزين كل واحد بيموت نفسه. النهارده فتوح طلع، عبد الله نازل موت نفسه، اي حد بيلعب، اشرف بن شرقي لغايه دلوقتي ما مضاش بس الراجل بيلعب زي ما الكتاب بيقول، واحد من اهم. واتمنى يعني لو قلت لك تتوقع نتيجه تتوقع ايه؟ لا ماتشات الكاس والله ما فيش توقع، حسب خلي بالك يعني حسب سير الماتش وحسب حاله اللعيبه في الماتش وحسب كل فرقه هتلعب ازاي. يعني هو الاهلي لما لعب بيراميدز النهارده، هو لعب بيراميدز مرتين قبل كده، كل مره الناس بتقول بيراميدز هيكسب والاهلي بيكسب وماتش الدوري كسب 3. الاهلي جاي النهارده من فيوتشر كمان لا يعني انا كلام على بيراميدز والاهلي تحديدا. يعني بص النهارده الكلام ايه على بيراميدز والاهلي عكسه كان في الدوري 3-0 مع موسيماني، عكسه تماما. قال لك بيراميدز يا عم دي فرقه منظر عمرها ما هتاخد بطوله، في ماتش الكاس قال لك يا عم دي فرقه عمرها ما هتاخد بطوله. النهارده الناس بيقول لك ايه ده بيراميدز فرقه جامده جدا والاحساس كل حاجه وعكسها، وهم نفس اللعيبه وهم نفس الفرقه بتلعب قدام بعض، فمتغيرات. الحاله الفنيه افضل دلوقتي للشناوي ولا عواد؟ عواد ما شاء الله النهارده عامل ماتش عالمي وشال حاجات صعبه قوي، وبعدين هو بيعمل حاجه غريبه شويه انا ما اعرفش صح ولا غلط، يعني ممكن كابتن ايمن طاهر بقى او حد، انه بيقف على خط الجون. انا ما اعرفش بحس انها اصعب، انك كل ما ترجع لورا تبقى اصعب عليك ان الجون خلاص هتخش، لكن لما تطلع لقدام بتقفل الزاويه شويه. عواد النهارده من الاسباب الرئيسيه ان الزمالك يكسب 3 كور. عواد افضل يعني الان حاليا، الشناوي جون كبير طبعا، بس حاله فرقه الاهلي كلها هو حاله من وسط الحالات اللي موجوده. شرفتنا كابتن حازم. خلاص كده؟ ربنا يخليك يا سيف والله، والله دايما متالق يعني ببص وانا معاك دايما. كل حاجه عكس بعض. لو قلت لك هنكمل لسه هنقعد، لو قلت لك خلصنا كده خلاص. لا يا اصل بقى كتير ما قعدتش معاك فيش يعني. حاجه ابدا عاجباك. لا دايما ببص وانا معاك ومتالق دايما. سياده النائب بنتمنى لك التوفيق دايما ويا رب التوفيق كده في اتحاد الكوره ان شاء الله واللي جاي يكون افضل لمصر. يا رب ان شاء الله باذن الله. بشكرك كابتن حازم. يا سيف ربنا. خلصنا حلقتنا مع الكابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكوره المصري، بكره ان شاء الله باذن الله يوم جديد واشوفكم على الف خير.